هلا وصلنا إلى third lecture، المحاضرة الثالثة active voice and passive voice، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. المبني للمعلوم هو فعل يذكر فاعله سواء كان فاعلا أو ضميرا، أما المبني للمجهول فما راح يذكر للفاعل ويكون المفعول به نائبا عن الفاعل. In the active voice the subject of the sentence does the action. For example مطيني، هنا عندي مثال جيك wrote a letter، جيك كتب رسالة. هنا مجزئ الجملة، جيك هو السبجكت الفاعل، wrote هو الفيرب الفعل، و a letter اللي هي الرسالة المفعول به. فراح هيك تجيني يعني بهالصورة الجملة بالاكتف. من اريد احولها الى مبني للمبني للمجهول راح امشي على قاعدة، راح ناخذ المبني المجهول ويا كل الازمنة، وكل زمن الى قاعدة بالمبني للمجهول. In the passive voice the subject of the sentence is acted upon. The passive voice is used when the person who did the action is unknown. يعني بالمبني للمجهول هنا ما راح اركز على الفاعل وراح يكون الفاعل غير معروف، او اذا اريد اذكره فاذكره نهاية الجملة، فراح قلنا يحل المفعول به محل الفاعل. يعني اول ما ابدي يعني المبني المجهول ويا كل الازمنة اني ابدي بالمفعول به، ما ركز على الفاعل. هو من اسمه مبني معلوم يعني الفاعل معلوم، مبني للمجهول يعني الفاعل غير معلوم أو غير مهم، يعني نذكره نهاية الجملة. وصلنا إلى passive voice is used when the person who did the action is unknown. Obvise on important people in general or less important، أو يكون أقل أهمية than the object من المفعول به. For example a letter، مطيني هذا مثال a letter was written، يعني يقول الرسالة قد كتبت. نفس المثال السابق احنا مو اخذنا قبل شوي قلنا جيك روت ألتر، جيك هو كتب رسالة. هسه راح احوله الى مبني للمجهول. من احوله مبني للمجهول لازم اقدم المفعول به، راح يكون بالبداية اللي هو ألتر، وراح نشوف زمن الجملة. عندي زمن الجملة بالماضي لان قال لي روت، فراح تاخذ واز اوير، بما ان المفعول به مفرد اذا ياخذ واز، والتصريف الثاني للفعل wrote أو هو write بالأصل كان written. هنا عندنا ملاحظة بس على الباي، هذه الباي قلنا ذكرنا قبل شوي قلنا إذا أريد أذكر الفاعل، إحنا ما نركز على الفاعل بالمبني المجهول، إذا أريد أذكره فأذكر باي نهاية الجملة وأذكر الفاعل، مثل أقول باي جيك. يعني هذه عندي نفسها الجملة اللي أخذناها قبل شوية، هذه نهايتها أقدر أقول باي جيك بواسطة جيك، يعني الرسالة كتبت بواسطة جيك. فإذا أريد نذكر الفاعل أسبقه باي. examples هنا عندي مجموعة من الأمثلة. One the Mona Lisa، هذا كله مفعول به the Mona Lisa، وعندنا مفرد، هذا طبعا كل الجمل بالمبني للمجهول، بما أنه هي مفرد تأخذ واز لأن الجملة ماضي، هاي كلها محولة للمبني المجهول، فمفرد أخذت واز وبينتين تصريف ثالث، ذكر هنا باي وراها راح يكون هو الفاعل باي ليوناردو دافنشي. بعدين number two example two. This tree was planted، هذه الشجرة، هاي الشجرة هو المفعول به was لأن عندي مفرد، و planted زرعت من قبل by my grandfather من قبل جدي. فإذا الجملة تتكون من مفعول به بعدها was بعدها تصريف ثالث و by والفاعل بعدها my grandfather. Our house بيتنا، عندنا was هذا هو المفعول به our house was designed هو التصريف الثالث، أيضا ذكر by وبعدها هو الفاعل a famous architect. The new library المكتبة الجديدة، هذا هو الobject المفعول به will وبعدها be بعدها تصريف ثالث وby وبعدها الفاعل by the queen.